الإدارة السياسية تقيم حفلا تكريميا للمتفوقين من أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في المنطقة الجنوبية ومن الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية. برعاية العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أقامت الإدارة السياسية حفلا تكريميا للمتفوقين من أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في المنطقة الجنوبية من الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها كافة وشهادة التعليم الأساسي. وناب عن العماد وزير الدفاع في رعاية الاحتفال الذي أقيم في مدارس بنات الشهداء العماد طلال مصطفى طلاس نائب وزير الدفاع، وحضر الاحتفال عدد من ضباط الجيش والقوات المسلحة وممثلون عن وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة وذوو المتفوقين. وألقى العماد كلمة نقل في مستهلها إلى المتفوقين تحيات راعي الاحتفال وتمنياته لهم باستمرار النجاح والتفوق للمساهمة في بناء مستقبل الوطن وصون كرامته وتعزيز قوته وتحصينه بالعلم والمعرفة ليكون أقدر على مواجهة الخطوب والتحديات والتصدي لما يحاك ضده من مؤامرات هادفة للنيل من وحدته وسيادته واستقلاله. وهنأ المتفوقون على رعاية قائد الوطن الفريق بشار الأسد لهم وحرصه على تكريمهم، كما ألقت الطالبة الأولى كلمة عبرت فيها عن فخرها وزملائها بهذا التكريم الذي يزيد من اعتزازهم الرجال الساهرين على أمن الوطن المدافعين عن عزته وكرامته، معاهدين الرئيس الفريق بشار الأسد أن يكون هذا التكريم حافزا على البذل والعطاء والمثابرة. تفوقي كان نتيجة جهد وتعب من أول سنة وتنظيم الوقت ومثابرة. بحب أهدي تفوقي لأهلي اللي ساعدوني بالدرجة الأولى، وكمان بحب أهدي تفوقي للجيش العربي السوري، وبحب وجه تحية كمان لأسر الشهداء. ابني ميلاد منذ بداية المرحلة الأولى صف التعليم الأساسي كان منظم الوقت، مثابر، عارف شو بده. لهالسبب هذا حصل على علامات ممتازة. نتمنى أنه ترجع لسوريا، ترجع الخير لسوريا، وهدي التفوق لأهلي اللي أكيد هنن لهم الفضل الكبير كتير علي. تخلل الحفل توزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية على الطلاب المتفوقين الذين أكدوا بدورهم أنهم يقدمون هذا التفوق لآبائهم وزملائهم من المقاتلين الذين يدافعون عن الوطن في مواجهة العصابات الإرهابية الظلامية، مشددين على أن تفوقهم سيكون نبراسا ينير الدرب على طريق تحقيق الرفعة والسمو لوطننا العزيز وزيادة منعته وقوته. فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق يعقد ملتقى البعث للحوار بهدف الإضاءة على مرور عام من التحالف الروسي السوري الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب. بمشاركة نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، عقد في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بدمشق ملتقى البعث للحوار للإضاءة على مرور عام من التحالف الروسي السوري الاستراتيجي في مواجهة الإرهاب. الملتقى الذي حضره أعضاء من قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الشعب تطرق لأهمية العلاقات الروسية السورية منذ عهد الاتحاد السوفيتي. المقداد تحدث أيضا خلال الملتقى عن الدماء الروسية التي امتزجت مع دماء شهداء الجيش العربي السوري، وهو ما يدل على عمق العلاقة بين البلدين. كان هذا اللقاء لقاء مخصصا لذكرى مرور عام على التواجد الروسي والدعم الذي قدمه الاتحاد الروسي لسوريا بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية. هذا الدور الذي نرحب به في إطار الحرب على الإرهاب كان يجب أن يشمل دولا أخرى، إلا أن مصالحها الخاصة أدت إلى أن تتلاحم وأن تقف إلى جانب الإرهاب ضد شعب سوريا وضد البنى التحتية للشعب السوري. بالتأكيد العلاقات السورية الروسية ليست علاقات جديدة، لها يعني إرث تاريخي قديم تعود إلى ربما أكثر من 6 عقود. هي بالفترة الأخيرة تعززت بشكل واضح في إطار
الحرب على الإرهاب. الأمر لا يتوقف فقط عند حدود الحرب على الإرهاب، وإنما هناك أيضا تنسيق سياسي، لأن المعركة لها أبعاد، لها بعد عسكري، لها بعد سياسي، لها بعد إعلامي، وبالتالي قد يتقدم أحيانا العامل العسكري على العامل السياسي والعكس صحيح. إذا يجب ألا يشك أحد إطلاقا بأن المسألة في النهاية هي ذات طابع استراتيجي، بمعنى أن الانتصار الذي يحصل سواء كان على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي هو لمصلحة البلدين، لمصلحة الدولة السورية في القضاء على الإرهاب، وأيضا لمصلحة روسيا التي أيضا هي تحارب الإرهاب وأيضا تنطلق من منطلقات أنها تنسجم مع الشرعية الدولية. إذن الموقف الروسي والسوري متطابقان في هذا المجال. اليوم يشكل محطة لنحو المستقبل، يعني هناك أفق لهذا العنوان، يعني لا يتوقف الحديث فقط عند حدود هذا العنوان فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، هناك آفاق مختلفة وواسعة حقيقة ترتبط بهذا العنوان للمرحلة المقبلة. وبالتالي إذا ما كان هناك من إجابات حول أسئلة توقعية مستقبلية، فأيضا هي تأتي أو تندرج من وحي هذا العنوان ومناقشته. تم إلقاء الضوء خلال الاجتماع على ازدواجية الغرب في تعاطيه مع القضايا ورفعه شعار الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينما يقوم بدراسة مشروع لوقف بث قناتي روسيا اليوم وسبوتنيك في أوروبا. المقداد تحدث أيضا عن الوجود الروسي الشرعي في سوريا، والذي لم يكن عبثيا مثل وجود دول ما يسمى التحالف الأمريكي الذي يقصف المدنيين في سوريا بدلا من محاربته داعش كما فعل أكثر من مرة في محافظة الرقة. مجلس مشايخ العشائر العربية في سوريا وبالتعاون مع الإدارة السياسية يقيمان حفلا تكريما لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. أقام مجلس مشايخ العشائر العربية في سوريا وبالتعاون مع الإدارة السياسية حفلا تكريميا لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. إن تكريم أسر شهداء سوريا اليوم هو تعبيرا عن وفاؤنا لشهداء سوريا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم فداء الوطن، وهو جزء يسير من واجبنا تجاه تضحياتهم، انطلاقا من الإحساس العالي بالمسؤولية تجاه من رووا بدمائهم تراب هذا الوطن في سبيل إعلاء كلمة الوطن الحرة الكريمة وفي سبيل بقاء أبناء سوريا أعزاء. نقدم من هذه الرسالة ونحث أبناء القبائل والعشائر في سوريا على تلبية نداء هذا الوطن، الوطن الذي هو أمان في أعناقنا جميعا. نحن كسوريين اليوم يجب أن نكون يدا واحدة في جيش واحد في قائد واحد. ربما يخطئ في التعبير، لأن الأصح نحن الذين نتكرم بهذه الأسر التي أنجبت هؤلاء الشهداء. الشهداء جبال في الأرض، نجوم في السماء. نحن في سوريا في هذا النسيج الموجود على الواقع قدرنا أن ننتصر على حرب الكونية التي مرت على سوريا في 6 سنوات ونيف، فنحن نشكر أهل الشهداء، وأتينا لنكرم نحن وليس نكرم أهل الشهداء، لأننا نحن كلنا مشروع شهادة. الرحم على الشهداء السورية من المدنيين وعسكريين، هؤلاء الأبطال، هؤلاء زهرة الشباب الذين رووا تراب سوريا بدمائهم الطاهرة، مستشهدين بالدفاع عن أرض هذا الوطن وعن الكرامة وعن العرض. بدورهم أسر الشهداء عبروا عن استعدادهم لتقديم المزيد فداء للوطن. أنا بنت الشهيد محمد علي حمود، أخت الشهيد هادي محمد، الله يرحم الشهداء جميعا، والله يحمي الجيش، والله يخلينا قائدنا، الله يرحم روح الشهداء الطاهرين. واستشهد ابني وأنا إلي الفخر بهالشهادة اللي كرمني إياها، وعندي 4، الله ينصرهن لها الجيش، وإن شاء الله مقدمتي فضي هالوطن. أنا حابب أشكرهم للعالم كلهم، ورباني بالمدرسة أبناء الشهداء هو حافظ بشار الأسد، رباني وعلمني كيف أدرس. قرأت مجدك في قلبي وفي كتبي، شآم ما المجد، أنت المجد ولن يغبي. وبفتخر أن أخوي استشهد، والله يرحمه ويرحم أم الشهداء كله ويحمي سوريا يا رب. الشهداء هم أكرم الخلق وأفضلهم مكان عند الله، فهم مع النبيين والصديقين والصالحين، وهم الذين أعطاهم الله تعالى من الجوائز
ما لم يعطيها لغيرهم من الناس جزاء لهم على بذل دمائهم رخيصة في سبيل الله والوطن. الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة تقيم فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى في منطقة قرطمان في حما. بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبناء الشهداء والجرحى في منطقة قرطمان واستكشاف المواهب والمقدرات، أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء والجرحى استهدفت حوالي 700 طفل. الفعالية تحت عنوان لون حياتك بتستهدف الفئات العمرية كافة شاملة، وهي هدفها هو دعم النفس للأطفال. نحن عم نعيش بحالة بهالأيام كتير صعبة، حبينا بهيك يوم نعيش مع الأطفال لحظات كتير حلوة نشاركهم فيها، لحظات من خلال محطات تقدمت، محطات مثل الموسيقى، مسرح، ألعاب، رسم على الوجوه، بالإضافة لغرف كانت عديدة، وأهم المحطات كانت غرفة مناقشة مع الأمهات والآباء. أنا بعتبرها غرفة كتير مهمة بسبب كل ما تحوي من الأفكار والطروحات والمشاكل اللي لازم أنه نتناقش فيها. هي الغرفة هي فين نقول أنه هي دعم نفسي اجتماعي، بتحكي عن الرسم على الوجوه، والرسم على الوجوه طبعا إلى هدف هي أنه نحن نرسم الابتسامة على وجوه الأطفال، وكمان هي تعزيز الروح المشاركة بين الأطفال، تعزيز الثقة بالنفس، وكمان اكتشاف مواهب. إذا في عندهم أطفال اكتشاف مواهب هيك نحن كمان نفعلهم دورهم. رأسنا ولعبنا وانبسطنا وغنينا ورقصنا فرحنا كتير. الفعالية تضمنت نشاطات رياضية وموسيقية ورسم، غايتها نقل الطفل من جو الحرب وتنمية المقدرات الموجودة لدى الأطفال. قافلة مساعدات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري تقدم إلى العائلات المهجرة من منازلها هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية في مدينة إزرع بريف درعا الشمالية. وصلت إلى مدينة إزرع بريف درعا الشمالية قافلة مساعدات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع اللجنة الفرعية للإغاثة في المحافظة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري. القافلة تتضمن 6000 سلة غذائية وصحية سيتم توزيعها على العائلة المستحقة والمهجرة التي تركت منازلها هربا من جرائم التنظيمات الإرهابية. كمية المساعدات المقدمة التي سيتم توزيعها في هذه الاستجابة هي 2000 سلة غذائية و2000 سلة صحية و2000 سلة من المعلبات، سوف تقدم إلى المهجرين أولا طبعا بإشراف مباشر من اللجنة الفرعية للإغاثة. طبعا هذا الأمر لا يقتصر على هذه القافلة، هناك قوافل مقبلة في الأيام القادمة إن شاء الله ستغطي العديد من القرى والبلدات والمدن في هذه المحافظة، وسنبقى مستمرين بهذا الاتجاه لتأمين مستلزمات العديد من العائلات المحتاجة ضمن هذه المحافظة. عدد المهجرين يبلغ حوالي 2824 أسرة بالإضافة إلى 350 عائلة ضمن مراكز الإيواء المتواجدة في المدينة، ورح نستهدف أيضا الأسر الفقيرة وأسر الشهداء وغيرها من الأسر تستحق المساعدات. مساعدة هي منع رقم واحد بعدة بسلسلة، هي من المنظمات الدولية مساعدات للقطاع الصحي حصريا، أنا بحكيها الصحة هي جاية مساعدات أكثر من الصحة صحيا. نحن كان أكثر من مرة تم تقديم مساعدات عن طريق الصليب الأحمر منظمة الصحة العالمية، هالمرة هاي جاي المساعدة حصريا إلى مشفى إزرع، طبعا جاي بالأغلب نصف طن من الأدوية المختلفة بين أدوية التعقيم بوفيدون وغيره ومعقمات العمليات، أدوية أمراض مزمنة خافضات الضغط وخافضات السكري ومشابهاتها. يشار إلى أن القافلة هي الرابعة من نوعها التي يتم إرسالها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث تم في أوقات سابقة من العام الجاري توزيع مساعدات في مدن نوى والصنمين وإنخيل وجاسم والحارة.